ليش نزلتي لهون انتي؟ قلتلك لا تطلعي، يلا على الأوضة. عدنان، يلا قول، عم بسمعك. إلي عندك طلب. إذا فيني ليش لا؟ عائشة المفروض ترجع المدرسة، أنت ومايا بجوز تقدروا تقنعوها. بلال أنت كمان مفروض تداوم. ما تتدخلي فيني أنا. ليش ما أتدخل فيك؟ رح تضل قاعد عند خالك هيك كأنك هربان؟ هلأ مو هي هي المشكلة. شو هي المشكلة؟ عائشة عندها مذاكرة إنجليزي بكرة، إذا نزل معدلها ما رح تاخد المنحة. أنا رح أدرس مشانها. بهالحالة شو ممكن أعمل؟ بركي مايا بتساعدني بدروس الإنجليزي. أنا ما كتير شاطر بهالمادة يعني. إيه أكيد، ليش لا؟ حلوة هالفكرة، تعال عند مايا مشان خبرها. شفتي نتيجة وقاحتك؟ تتقلعي من على السفرة إذا هيك حكيتي من عندك وطالعتي قصص بدون ما تعرفي شو الموضوع؟ بعدين أنتي بتعرفي، إذا رحتي محلك بيروح. إيه أنا بعرف منيح، هون كل واحد بيختفي بيتعبى محله فورا. على فكرة أنتي هلأ بتعرفي بلال وين موجود؟ راح لعند أخي. لا يا روحي، عم يكذب عليكي. قلك عند خاله مشان ما تضلي تلاحقيه. شو قصدك تقولي تسنين؟ أنا ما بخبي وما بلمح، بحكي اللي عندي دغري. أصلاً أنتم مشان هيك ما بتحبوني. بلال هلأ شفته وهو طالع على غرفة فتون، ما رح لعند خاله مثل ما قالك يعني. أخوكي وبلال المأنزعة أخدتهم خطفتهم، إذا بيتك إزاز لا تحاجري غيرك. بلال وعائشة لازم ندرس إنجليزي. شو هالتغيير؟ لما صار له مصلحة شفنا وشه عنا. خلصنا عايدة، خليني أحكي. عايدة لا تعملي هيك لو سمحتي، لا تنسي إنك مديونة لإله بحياتك وحياة جواد كمان. بلال تفضل أقعد. لك أنت لسه عم تحك راسك؟ يا عمري ما أنا شغلة سهلة. شبك أنت مأمي؟ ايه بس ماما حطت لي دواء. والدواء خلى راسه يحكه. يلا جواد خلينا نطلع مشان اخواتك واخوك يدرسوا. ما بيصير انتو تحلوها بعدين انا انقلها؟ لا والله ما بيصير. يعني الا بدكم تتشفوا فيني. اي والله يا بلال هالفرصة ما بتصح لي دائما. ليكي هي انت حلك للأسئلة، خلص بنقلهم وبنخلص من هالشغلة. تأمر أمر، في مشكلة تانية؟ ايه في مشكلة تانية، متأكد، هي انت. والله بلال؟ يس. هذا اللي حافظه من الإنجليزي؟ لا بنوب، بعرف كم شغلة كمان بس مو حلوة أقولهم قدامكم. طيب لا تزودوا فهمنا. وانت قولي لأختك تسكت بقى. عن جد؟ وشو بتعمل؟ أنا أجيت مشان أتعلم مو مشان أتخانق. بالإنجليزي أنتي سيستر، وإذا ما بتعرفي بعلمك. لك أنا بيقلعني من على السفرة وهالوسخة بقاعدة جنبه بيطعميها وبيدللها. ما بيكون اسمي تسنيم إذا ما فرجيت الكل. بدنا نقوم بتسمح لنا؟ إيه فيكي تقومي.
عمتي كمان أنا. حبيبي عاصم تكرم، أنا رح أخذك على أوضتك. شو يعني صرتي مي وشربوكي القطاط؟ عدنان، هالمخلوقة بأي صفة بتقعد على سفرتنا؟ لأنا مرتك ولا شي. زبطت الموضوع، ما تشغلي بالك، بدي أفسخ كتب كتاب تسنيم وأكتبه عن يبال، وهيك بتصير مرتي ورح تبقى هون. أنت صحيان على الحكي اللي عم تطالعه من تمك؟ إيه شوفي. وتسنيم شو رح يصير لها هي والبنت اللي بطنها؟ مثل ما صار بأمينة بيصير فيها هي كمان. إذا قعدت مثل أمينة بسكوت وأدب بتصير تاج عروسنا، وإذا ما كنت منشف لها صرفة. أمينة يلا حطي الأغراض واعملي لي فنجان قهوة. تأمر أمر. شوفي ليش هيك عم تساوي؟ راسي عم يحكني امي. اليوم ما شفته لجواد الفصعون بالمره. عداني بالامل ابنها لمنزعه. وقف انا قايمه فليك. ايه امي تعي شوفي بسرعه. ايه والله مبلش براسك الامل. أحلى شيء أمل الآغا. دخيلك يا ربي، هذا اللي كان ناقصني. بلال شوفي، جبت لك أسئلة الإنجليزي. أنت بكرة لازم تروحي. كيف حليت الأسئلة كلهم؟ مايا هي حلتها. تصبح على خير بلال. ليش اجيتي لهون؟ ما بدي منك شي بنوب، بس اجيت لعندك مشان نبهك. بدك يعني من اليوم اشغل حالي بشي؟ اجيت لنبهك مو لاعطيك نصيحة. قبل شوي ونحن على السفرة عدنان قال بده يطلقك مشان يكتب كتابه على نبال. تذكرتي شو قلتي لي قبل شوي؟ قلتي لي اني خسرت اخي وابني بسبب فتون. لهيك أنا عم نبهك مشان تشوفي الشي اللي رح تخسريه يا روحي. لا مو صح هالحكي كله. خلص لكان سألي عدنان لما تشوفي. كلامي مزبوط ولا لا؟ عدنان صادق ورح يقول الحقيقة أكيد. مو معقول، مستحيل يعمل هيك. الأغا ما بيساويها. هو مستحيل يطلقني. آخ. مو قلت لك الأمل ما بيروح بالمي والشامبو؟ طيب قولي لي شو بدي أعمل؟ المأنزعة وولادها ما ضل شي وما عملوه فيي، وفوق أملوني وخلوني حك. فتون اشترت له دواء لجواد، روح إلا تعطيك إياه. لا ما بدي شي، أحسن لي موت وما أطلب من هالمرة،
يعني لو عندها روح لإلي ما بطلب منها. ايه انت خليك هيك كل حياتك، شو ما بتشوف وكل شي بيصير مو مستعد تطلب لأنك متعود تعطي أوامر والكل يطيع. أمينة يا ويلي، يلا روحي هدي لي الدواء من عند هديك المزعة. يا الله كتير عم يحكني هريت جلدة راسي. أنا بفتخر فيكن كتير. ماما أنا ما عملت شي، مايا هي اللي ساعدته، بقى افتخري فيها إلها. ظاهر إنك تصالحتي أنت وعايدة ماما؟ عايدة عندها شخصيتين، الرايقة والعنيدة. بالأول أقنعت الرايقة وبعدين المجنونة العنيدة وهالطريقة تصالحنا. أمينة خير إن شاء الله، شوفي عدنان من عدي بالأمن. عن جد؟ شلون انعدى؟ الظاهر مسك بشكير جواد أو نشف فيه. مزبوط، أنا نسيته معلق جوا وهلأ لحتى تذكرت أمينة. بده من العلاج اللي جبتيه لجواد. لا تعطي، يا الله يوفقك. عن جد وخليه كل الليل يحك. لا شو هالحكي، ما رح نعمل هيك، أعطيها القنينة لأمينة. لا أغا ما حدا بيقدر عليه، وجواد بده يطالع حق الكل. خالي أمينة تعي معي. شو صار؟ طلبتي منها وما عطتك؟ مو هيك أبداً، المرة جابت قنينة وخلصتها على شعر جواد. مو معقول قديش مصر في هالمرة. وهي شو بيعرفها أنك رح تأمل يعني؟ خلصنا من شان الله، كل ماله راسي عم يحكني أكتر من قبل. عندي فكرة، رضا الظهر جاب قنينة كاز، قال أمه كانت تستعمله لهيك شغلات. تسنيم طلعي نامي بالصالون. عشو عم تطلعي؟ من شان ما تأملي انت كمان. آغا قال بدك تطلقني، مزبوط اللي سمعته؟ يولد ابني بدون أب يعني؟ لكن البنت اللي ببطني تولد بلا أب؟ ولا لأنها بنت لازم تجي على هالدنيا ضايع حقها؟ ليكني هون شايفتيني هربت وتركتها، بس تولد رح سجلها اسمي وخلصنا. كيف حتطلقني؟ ما عم بفهم، أنا شو رح يصير فيني وقتها؟ تذكري وقت إجيتي على هالقصر، مثل ما ساوت أمينة رح تساوي أنتي. صوتك ما بيطلع وما بتعترضي، بتعدي بسكوت، مشاكل وخناقات ما بدي، وإلا أولى يلا زنبك عجنبك، ترجعي عبيت أهلك. يا الله شو هالريحة، ما كان ناقصني إلا الكاز. قال الأغا رح يطلقني يا أمينة. أنا هلأ شو بدي أعمل؟ يا ريت لو بعرف، لو كنت بعرف يا تسنيم،
كنت أصلاً تصرفت لما أجيتي أنتي؟ مثل ما سكتت وقتها بدك توافق وتسكتي، مشان الطفلة اللي بطنك بدك تحطي على الجرح ملح وتسكتي. ما رح كون أنا مثلك يا أمينة. شو اللي عم بيصير؟ علمي علمك. أنا ما بهمني ورح أفضحكم كلكم. تعا يا عدنان آغا تعا، تعوا شوف المكتوب اللي بدك يا وينه. يلا مرت عمي كلياتكم تعوا لهون. يلي عملوا لآغا بأمينة ما رح أقبل يعملوا فيني. يلا بسم الله. يا عدنان آغا اصحى. تحت شو عم يصير؟ شوف تسنيم شو عم تعمل. تعا اصحى. أنا ما عم بلعب عم بحكي جد. ما رح أسكت على حقي، حرقت السرير ورح أحرق حالي كمان. لك شو صار لك؟ شو عم بتسوي؟ كلياتكم تعوا شوفوا مكتوب معي. طلع يا أغا طلع، شوف تخت ابنك. شو صار لك؟ شو عم تساوي؟ جنيتي تسنيم؟ لا انت مجنونة على آخر. أنا ناسلك خالتي، خالتي الحينة دخيلك. صار معي. لك تسليم، انت جنيتي على حالك. الله يوصف عمرك. بدك تفضحينا بين الناس؟ ما حدا رح يخلصك مني هالمرة. انت لا تتدخلي. لوين بدك تهربي مني؟ تعي لهون. ولك لوين هربانة؟ لك اتركها. تعي لهون عم قلي. يا عدنان دخيلك. الله يلعن الشيطان وساعته. ما صار شيء. انت اهدي تعي لعمالك. مسكي برقبتي. يلا شوي شوي. ما في شيء. بسم الله. تسنيم يلا بعدوا من الطريق. ما في شيء. بسيطه ما صار شيء. رح اخذك على المشفى. هذا كله بسببي انا اللي سويت هيك. نارين افتحي باب السياره. يلا بسرعه افتحيه. لا تستعجلي شوي. دخلها امي. اركبي مع تسنيم. الله يستر. الله يستر يا رب. يلا ماما. يلا يا بنات خلونا نفوت لجوا. مرت عمي بنتي خلاص ماتت. لا تحكي هيك يا تسنيم. اهدي شوي بنتك ما رح يصير لها شيء. هلا بتشوفي يا روحي لا تخافي. يعني بنتي ما صار لها شيء؟ ما رح تموت وتنزل ما هيك؟ شو هالحكي يا حياتي؟ بنتك منيحه وما فيها شيء. الله يسمع منك. بس ليش عم بنزف انا؟ بنتي معقول يكون فيها شيء؟ الله يوفقك إيدي. الله يحميها. الله يحميك انت وبنتك. ما رح يصير لكم شيء. جبت صوف واشتغلت لها فستان، عملت لها منطوف زهري وفستان ابيض. طلعوا مع بعضهم بجننوا. بس انا لهلا لسه ما خلصتهم.
بكره بخلص. مرت عمي ان شاء الله قالي لي انها منيحه. والله بجن اذا بصير لها شيء. يا الله دخيلك تحملي بنتي وتسلمها. بدي اشوفها لبنتي وضمها لصدري.